شكرا جزيلا. طيب احنا كده هنشوف اسكندرية. طيب مشكلة حصلت في اسكندرية النهاردة الساعة 5 الفجر، انهيار عقار في منطقة اللبان في الاسكندرية. الحمد لله انه ما فيش وفيات، في فقط طفلة اصيبت، طبعا ربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله تبقى كويسة. العقار قديم، السقف خشب، والسؤال فين الحي؟ فين الحي قبل وقوع الكارثة وانهيار العقار؟ السؤال التاني المهم برضه هو فين المحافظ؟ فين المحافظة من السكان اللي هم مرميين في الشارع دلوقتي ومش لاقيين مكان يروحوا، مش لاقيين مكان يأويهم لحد دلوقتي، هم مازالوا قاعدين في الشارع. الكلام ده حصل النهاردة الساعة 5 الفجر والسكان لسه قاعدين في الشارع لحد دلوقتي، لحد ما أنا بتكلم مع حضراتكم. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. الساعة 5 لقينا جارنا جزء بتجارتنا بيقول لي يا أمل الحمام بيقع. فتحنا الباب بنبص كده من على الجدار، لقينا التراب بينزل من الحمام، بنضيره كده اهوت لقينا المطابخ وقعت، وببص البت كانت نايمه جوه. لقيت برضك الاوضه بتاعتنا اتهدمت من فوق لغايه تحت هنا اهو. بدلوا يطلعوا قعدوا 3 ساعات ونص على بال ما طلعوه، ودايخين وحاجتنا واقعه ومتبهدله. ساكنه هنا مع ماما، قاعده انا وهي وخمس عيال واخواتي الصبيان. بالليل الساعه 5 الفجر لقينا البيت ده عمل طقطقه كده مره واحده، قمنا اتفاجئنا بجيراننا خبطوا علينا. عقبال ما بنبص لقينا من اول السطح لحد الدور الارضي تحت انهار. طلعنا نجري على شارع البيت دورنا عليها ما لقيناهاش، كانت في الرجيم تحت. طبعا من ساعتها من الساعه 5 الفجر واحنا مرميين هنا في الشارع، ما حدش سال فينا ولا حد جاب بص علينا ولا قالوا لنا كاني ولا مني ولا اي حد سال فينا، ولا كان في بني ادمين مرميين. احنا عايزين مكان نقعد فيه، عايزين مكان نقعد فيه. احنا مرميين في الشارع وحاجتنا مرميه، وثلاث ارباع حاجتنا راحت في الرجيم جوه. يعني احنا لحقنا اللي يتلحق. يمين بالليل لقينا البيت انهار، وفي صوت دار قمنا صورنا لقينا البيت تحت الرجيم، عيله تحت الرجيم من السكان، طلعها بعد 3 ساعات 4 ساعات. انا وابني وجوزي نايمين والدنيا وقعت علينا زي ما انت حضرتك شايفه، وحاجتنا في مرميه في الشارع، ما حدش جانا خالص. انا قاعده انا وجارتي من بدري احنا قاعدين. طالبين طلب صغير، مش طالبين كتير. الشقق في العماره اللي انت شايفاها دي، العماره دي كلها الشقق الايجار فيها ب 700 جنيه و 800 جنيه في الشهر، واحنا هنا غلابه ما عندناش الا 100 جنيه مصروفنا مصروف بيتنا بالعافيه. فاحنا طالبين لاي حد يقف معانا يشوف اللي احنا فيه عشان الشتاء والايام الصعبه اللي داخله علينا. لا قاعدين على مكاتبه وبدون لك، يعني مش حاسين بالناس الغلابه، مش حاسين مثلا داخل الشتاء، مش حاسين مثلا اللي في مدارس جايه، الناس قاعده تبهدل، الناس مش قادره تجيب اوضه حتى يعني ب 200 جنيه، مش عارف. الناس تعبانه، احنا عاوزين حد يحس بالناس دي، يحس بينا، يحس البيت بيقع، يحس اقول لحضرتك على حاجه. ده في بقى طفله عندها 3 سنين طالعه من تحت التراب، والله العظيم من تحت التراب، اقسم لك بالله. ده الوضع. واحنا معانا على الهاتف هدير عصام، مراسله برنامج مفتاح الحياه من الاسكندريه. هدير مساء الخير. مساء النور استاذه ايمان، اهلا بيكي. احكي لي الناس اللي في الشارع دي واللي ما حدش سال فيهم بكلمه حتى، قولي لي الوضع ايه دلوقتي عندك، وهل حد من الساده المسؤولين كلف خاطره وجه يعني ياخد بخاطرهم ولا ايه؟ هو لحد دلوقتي الاهالي موجوده في الشارع، ما فيش اي تحرك خالص من المحافظه او من الحي. ما فيش بس غير مديريه الامن رحت الصبح عشان عملوا بلاغ في اسم اللبان اللي تابع الواقعه اللي حصل فيها العقار. تمام. غير كده ما فيش اي حاجه خالص. الاهالي وضعهم زي ما حضرتك شفتي في التقرير بالظبط. الناس قاعده في الشارع، الناس كل حاجتها مش موجوده خالص. ما فيش اي تحرك خالص من اي مسؤولين، هي الناس بس بتطالب ان حد من المسؤولين يروح يشوفهم من المحافظه او من الحي. يعني يوفر لهم مكان بديل، يعني لحين ايجاد مكان دائم. ان هم يعني هم مستوى اقل من المتوسط، فما فيش امكانيه ان هم يروحوا اي مكان ثاني. هم عايزين المحافظه تشوف لهم اي مكان، يعني هم من الساعه 5 الفجر لحد دلوقتي ما فيش حد راح لهم. يعني هم بيسالوا طب هو فين المحافظ؟ طب هو فين حد من الحي؟ لا انا هقول لهم المحافظ فين دلوقتي حالا. فاللي هو ما فيش اي حد خالص، يعني هم موجودين، الناس قاعده في الشارع لحد دلوقتي. هم طلبوا ان هو صوتهم يوصل لحضرتك، ان هو ان حضرتك توصلي صوتهم للمسؤولين، ممكن حد يشوفهم، ممكن حد يشوف في ايه مين هم. يعني هي في طفله عندها 8 سنين فلت تحت الانقاض لمده 3 ساعات ونص. هي طمنيني عليها يا هدير، هي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه. ودوها مستشفى او حاجه؟ لا، في كدمات في جسمها وهي يعني هي الحمد لله بخير، بس بعد 3 ساعات ونص الاهالي اللي طلعوها. يعني يا ريت مثلا حد من الحي جه، او ولا اي حد خالص، الاهالي هم اللي طلعوها.
والحي لسه ما مش دريان باللي بيحصل ولا اي حد دريان باي حاجه. يعني يا ريت حد يكون بيشوفنا او بيسمعنا يعني يشوف الناس دي، يشوف محتاجين ايه عشان دي وظيفتهم الاساسيه.